منذ لحظات مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بتقدم الفريق بيراميدز على الإسماعيلي بهدف للا شيء. المباراة كده ملخصها سريعا، مباراة هادية متوسط المستوى، ما فيهاش إثارة إلا بس فرص مهدرة كتير قوي من الإسماعيلي. تسديد سيد عصافير حمدي الشامي ده ضيع اكتر من 3 فرص محققة. اللاعب سيلفا المهاجم الافريقي عند الاسماعيلي كرة انفراد تمام امام المرضى، كرة عرضية من الجناح الايمن لمنتصف البوكس 6 ياردة طيرها في السماء. الا ان استطاع قوة فريق بيراميدز حقيقة والفن العالي قوي والتكتكس اللي عمل المدرب والتبديلات الرائعة من خارج الملعب وجوه الملعب، قدر عبد الله السعيد بتمرير سحريه لدودو الجباس، في الدقيقه 80 قدر ان هو يحرز هدف اللقاء وهدف التقدم لبيراميدز. وبكده يبقى بيراميدز انهى الماتش بصالحه 1-0، والاسماعيلي موقفه بيزداد سوءا في دوري المصري. نتمنى ان الاسماعيلي يرجع تاني لمستواه، ويتمنى ان بيراميدز يزيد من مستواه، لان فعلا بيراميدز السنه اللي فاتت كان حاجه تاني خالص، والسنه دي هيرجع تاني حاجه تاني خالص. بالتوفيق للفريقين.